بومار عبد الهادي، شيف اكزيكوتيف ايتابليسمون كوسا. كنت واجه هنا في هذا الفضاء ديال المعهد ديال الفندقه، والحمد لله حنا جينا هنايا كبادره طيبه منه وتطوعيه خدمه للبلاد ديالنا، نداء تلبيه لنداء صاحب الجلاله والكونفدراليه المهنيه للطباخين. الحمد لله هنايا الوجبات كيمشيو بواحد الطريقه اللي هي الحمد لله كتخضع فيها المعايير الصحيه للاطر الصحيه، الناس اللي يشتغلوا في القفاء، وكنوفروا لهم واحد الوجبات الحمد لله اللي فيها بالطريقه ديال الوجبات باش كتحضر طريقه مزيانه، ولا في الترونسبور ديالها مزيان. والحمد لله جميع الاطر وجميع الشفات راهم متجندين باش الحمد لله هذه البادره تكون حنا كالطباخ المغربي يكون حاضر في هذه الازمه الحمد لله، وهذا الوباء اللي صاب البلاد ديالنا. هذه الوجبات الغذائيه اللي كنقوموا بالتحضير ديالها هي موجهه بالاساس الاطر وموظف وزاره الصحه. لا يخفى علينا بانهم هما كلهم جند مجندون كما حنايا هنايا، اللي سلبيه نداء الوطن والواجب الوطني. احنا كنحاولوا نفيدوهم ولو بشيء بسيط، ولو بشيء بسيط نعاونوهم باش ندخل لهم شويه الفرحه. كما كنعلموا حنا هما دابا تحت الحجر الصحي انهم مانعين ويدخلوا لديورهم ولا يشوفوا وليداتهم. انا كيبان لي هذه المبادره اللي درنا دخلت ولو شيء بسيط من الفرحه لقلوبهم، حيت كما كنعرفوا ولو جيس بسيط اللي كتقدر تفيدهم به كيبقى مرسوخ لهم في الذاكره ديالهم. حنايا من لاسوسيسيون ديال لي ميدسان انترن الرباط، يعني الاطباء الداخليين ديال مستشفى ابن سينا ديال الرباط، كنشكرهم بزاف على هذه المبادره. وصراحه عجبنا الحال، حيت باش كنديروا خدمتنا كنحسوا بان جميع المواطنين حتى هما كيعاونونا مورانا واقفين معانا، والحمد لله كنديروا خدمتنا وحنا عجبنا الحال. كنقولوا الحمد لله الناس بعدا واعيه وكتحترم الحجر الصحي، والناس اللي يمكن لها تساهم كتساهم باش ما قدات كل شيء اللي عنده كيفاش كيعاوننا به، والحمد لله. ومن ناحيه الباتيسري كما كتشوفوا، حتى الباتيسري كنحاولوا اننا نديروا باتيسري ديال الدار، ما كنشريوش لاباتيسري، يا اما كنديرو باتيسري بحال ليكزومبل اليوم عندنا اش كنسميوها طارت او بواغ او لا طارطه ديال الاجاز. البارح كنا دايرين البراونيز، يعني تنحاولوا اننا نعطيوهم شي سكريات اللي تكون مفيده ليهم للدجاج. يعني كل روبا كتمشي بلاطات ديالها. بالنسبه للومبالاج راكم شفتوا معنا كيفاش الطريقه كنديروا اللومبالاج، كنخدموا يعني كاع المراحل ديال الطهي كدوز يعني في المنظومه ديال ليجين، يعني كل شيء معقم الحمد لله، كل شيء لابس الاجهزه الواقيه ديالو.